ليه اخترت برايم للشراكة بالتحديد؟ موضوع الشراكة مع برايم، عارف انت لما بيحصل كده تلاقي في الافكار، يعني لما تقابلت مع مستر نسان يعقوب وحصل ما بيننا شغل على بسيط بس من فترة، التعامل مريح، الفكر واحد، الطموح واحد، وبعدين حصل زي مزج ما بين خبرات 15 سنة عايش برا مصر في الكويت ونجاحات كويسة وخبرات الواحد اكتسبها من احتكاكه بجنسيات مختلفة، لأن برا مصر مش بحتك بس بمصريين لكن بكل الجنسيات. صحيح. واحتكيت هنا لما جيت عملت مع مستر نسان، لقيت العقلية برضو عقلية متطورة منظمة، وطموحنا واحد وفكرنا واحد، كنا على استعداد نلاقي نقطة تلاقي نشتغل عليها. فمن هنا بدأنا الشراكة مع إبراهيم، وبصراحة مريحة جدا، يعني ما فيش فكرة إن مين فينا يكون إيه. صحيح. احنا حطينا خبرات، روح واحدة، خبرات مستر نسان الكبيرة اللي في الغردقة مع خبراتي اللي اكتسبتها وانا بره مصر، وبعدين يلا ننطلق من خلال ابراهيم الفرع في القاهره. احنا عندنا متطور ومجرى والدنيا نشكر ربنا حلوه. طب حضرتك ادينا جزء من الرؤيه والدراسه اللي انتوا عاملينها للفتره الجايه. احنا عندنا من ضمن الدراسه بتاعتنا والرؤيه بتاعتنا ان احنا عاوزين ناخد مكان كبير، هنعمل حاجه سكني، عشمانين ربنا يكرمنا بقطعه ارض في مكان متميز، وده الخطه اللي جايه، نلاقي المكان المظبوط في مكان مظبوط، ومش هنتردد لحظه ناخد المكان يكون سكني متميز يتناسب مع جميع عملاء ابراهيم، لان عملاء ابراهيم مش جوه مصر بس، احنا عملائنا موجودين في كل مكان بره مصر في العالم كله، الناس بتثق فينا، الناس بتلاقي طلباتها عندنا، وبنتعامل معاهم بنفس العقليه بتاعت بره اللي هم اتعودوا عليها. شايف ده اللي بيميز شركه برايم؟ بالظبط كده، يعني هم بيحسوا ان ما لقيوش اللي هي مشكله التوقيت اللي بتحصل في شركات كتير في مصر، والمواعيد اللي هي بتبقى مواعيد مش مظبوطه. صحيح. طالما وعدتك هسلمك بعد 3 سنين، ان شاء الله 3 سنين تستلم. صحيح. وقبل كده، فالالتزام بالكلمه واحترام العميل ليه اولويه، يعني احنا بيكون هدف أساسي في شغلنا احترام إن العميل، العميل هو رقم واحد. صحيح. وطالما هو رقم واحد في المنظومة، يعني كلنا إدارة وأونر وستاف كلنا بنخدم على العميل، كلنا هدفنا على احتياج العميل، احتياجه وطلباته والمصداقية في التعامل. لما بوعد بكلمة ألتزم بيها، ده شيء يميزنا جدا عند العملاء بتوعنا اللي برا مصر وجوه مصر. إيه مقومات النجاح اللي موجودة في الشركة؟ مقومات النجاح أنا أعتقد رقم واحد الدوافع الموجودة اللي في أصحاب العمل. صحيح. واتزرعت في كل فريق العمل. حضرتك اديتنا طاقة إيجابية كلنا وإحنا قاعدين. أشكرك. كلنا حبينا الشغل. أشكرك. صحيح. فده شيء جوانا بنزرعه في كل سطف. إحنا عاوزين النجاح مش أرقام وفلوس وبيعة وخلاص والمشروع خلص، تقدر تحط أرقام. صحيح. النجاح هو إن أنا بحط تارجت، مش تارجت مبيعات، لكن احنا بنوصل اهداف بنوصلها، المبيعات ده واحد من الارقام، لكن احنا عندنا تارجت ازاي نوصل نكون منظومه متكامله من الاداره، من البيع، من الشراء، من التعامل مع المؤسسات اللي بنشتغل معاها، مع كل الناس، الكلمه والاحترام والصدق والامانه اللي جوه قبل اللي بره، الامانه الداخليه، انا اكون مقتنع. صحيح. من جوايا ان انا امين مع اللي بيتعامل معايا.